بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب منزل القرآن فيه الهدى والنور الإنساني، سبحانه بجلاله ما أعظمه وبهديه وبيانه ما أحكمه، يدعو برحمته العباد إلى الظفر بتدبر الآيات في كل الصور، فهو الطريق إلى النجاة من الزلل، وهو الشفاء من المصائب والعلل، ثم الصلاة مع السلام على رسول من بالكتاب أنار ظلمة العقول. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة تدبر القرآن الكريم، نعيش مع تأملات قرآنية وبصائر تدبرية مستخلصة من آيات الذكر الحكيم، مستفادة مما كتبه السلف والخلف رضي الله عنهم أجمعين بقصد استعاذ القلب وامتثال الجوارح. قال جل وعلا في وصف المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، اللهم أمين يا رب العالمين. ونحن الآن مع صفحة رقم 19، وهذه الآيات الكريمة التي تبدأ بقوله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه الآيات الكريمة فيها بيان أنه مهما فعل المسلمون من خير لليهود والنصارى فلن يرضوا عنهم حتى يخرجوا من دينهم ويتابعوهم على ضلالهم. ثم تذكير بني إسرائيل بالنعم وتخويفهم من الآخر. وكنت أسمع الشيخ الشعراوي رحمه الله في تفسير هذه الآيات فقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال: ونعوذ بالله أن يرضوا عنا، ونعوذ بالله أن يرضوا عنا. بس أنت لما تكون بتسارع إلى رضاهم وتوليهم من دون المؤمنين، يبقى أنت في الحالة دي أنت يعني إيه، هذه الآية تكون يعني فيها مخالف. لو رضيوا عنك يبقى أنت بتعمل حاجة غلط، يبقى أنت ما أنت الصح. قال: ونعوذ بالله أن يرضوا عنا. وفي الآيات كذلك بعد أمر الناس جميعا بالعبادة في بداية السورة الكريمة، في أول أمر من كتاب ربنا وفي أول نداء للناس جميعا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبعد أمر الناس جميعا بالعبادة في بداية السورة، والحديث عن بني إسرائيل كنموذج لمن خالف أمر الله عز وجل، يأتي هنا الحديث عن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كنموذج لمن استجاب لأمر الله تبارك وتعالى. يعني بعدما أن ذكر الله تبارك وتعالى نموذج لمن خالف أمر الله جل وعلا وهم اليهود، ذكر الله عز وجل النموذج الآخر هذا وسيدنا إبراهيم عليه السلام في استجابته لأمر الله تبارك وتعالى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وخلي بالك من الفتح والضم في حال التلاوة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، من الذي ابتلاه؟ الله عز وجل. من الذي ابتلى الآخر؟ الله عز وجل ابتلى إبراهيم، وذلك إبراهيم منصوب بالفتحة في موقع المفعول، أما الذي يعني صاحب الفعل هو الله جل وعلا. إذ ابتلى إبراهيم ربه، لو أنت بدلت وقلت إذ ابتلى إبراهيم والعياذ بالله ربه، يبقى كده المعنى غلط تمام، وده لحن جلي حكمه عند علماء التجويد حرام. يأثم تاركه، يأثم إيه إن فاعله إن تعمد ذلك. لو القارئ بيتعمد إن هو يقرأ كده وعارف إن هو بيقرأ غلط ومش عايز يذهب لمعلم من أجل أن يتعلم التلاوة الصحيحة والضبط الصحيح لكلمات القرآن الكريم، فيأثم على ذلك. أما إن كان عن جهل فهناك قاعدة عامة اسمها قاعدة العذر بالجهل، العذر بالجهل، ما دام ما فيش حد نصحه ولا حد وجهه ولا حد قال له أنت واجب عليك أنك تتعلم الكلام ده، يبقى في الحالة ديت يعني لا يأثم والله أعلم. قال جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه قال جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وبالمناسبة في هنا بداية برضو قبيحة، لو أنا بدأت وقلت بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير برضو ما ينفعش، إنما لازم تجيب بداية الجملة
القرآنية من بدايته، ولئن اتبعت أهواءهم. نفسك بقى قصير أو الكلام ده، أنت حاول إنك أنت تحترم نفسك وتاخد نفس طويل كده وتشد نفس عشان تجيب الجملة كلها على بعضها، ما بقاش في خطأ في إيه في تلاوة الآية الكريمة. بس لو أنت قلت ما لك من الله، يبقى كده المعنى غلط تمام. وما لك من الله وليهم، في حالة إيه؟ في حالة ولئن اتبعت أهواءهم. يبقى هذه الآية إنهم لا يرضيهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما لا يجوز وقوعه منه، وهو أن يكون حاشاه تابعا لهم، فلا طمع في رضاهم. فلا طمع في رضا، يعني المؤمن لا يطمع في رضا اليهود ولا يطمع في رضا النصارى. والكفر ملة واحدة وإن تعددت أشكالها. الكفر ملة واحدة وإن تعددت أشكالها. اليهود كفار والنصارى كفار، وده بنقوله بالفم الايه المليان، لان الله عز وجل قال ذلك في كتابه لقد كفر الذين قالوا. يبقى الامر ده مقطوع به، الامر ده منتهي، ما فيهوش جدال، ما فيهوش نقاش او الكلام ده. كل شويه يجي مثلا حد من علماء المسلمين، لا سيما من علماء الازهر اللي بيظهروا على القنوات والكلام ده، يقول حاجه زي كده، يروح جايين رافعين عليه قضيه وتحقيق ومش عارف ايه الكلام ده. الامر ده منتهي في كتاب الله عز وجل، لا يحتاج إلى نقاش ولا جدال ولا الأمر ده أبدا. فالكفر ملة واحدة وإن تعددت أشكالها. ومن رام الهداية فعليه بكتاب الله تعالى، فإن هدى الله هو الهدى، وكل ما خالفه فبعده عن الهدى بمقدار مخالفته. عايز الهداية، عايز ربنا يهديك، يبقى تلتزم عليك بهذا القرآن الكريم. والهداية ثلاث أنواع: هداية البيان والإرشاد، وهداية التوفيق، وهداية التثبيت. إلزم هذه الهداية ربنا وهذا الكتاب العظيم الذي أنزل الله تبارك وتعالى وعليك به في حياتك. يعني سمعت الشيخ أبو إسحاق بكى بكاء مريرا وقال: يا ليتني أعطيت القرآن عمري، يا ليتني أعطيت إيه القرآن عمري. فهذه الجملة هو واخدها من الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سجن في سجن القلعة وتفرغ لكتاب الله عز وجل وتدبره والنظر في معانيه، فقال في آخر حياته إيه: يا ليتني أعطيت القرآن عمره. وطبعا ما انشغلش بالدنيا عن القرآن، ده هو برضو كان مشغول بالقرآن، ولكنه إيه كان مشغول بكتاب الله عز وجل، لكن إيه من جهات أخرى في علوم الشريعة الفقه والعقيدة ومثل هذه الأمور، ومع ذلك يتندم ويقول: يا ليتني أعطيت القرآن عمره. فده كتاب هداية، نلتزم بهذا الكتاب العظيم. لسيما كده وإحنا الآن يعني في شهر رجب هوت، وبعد أيام هيدخل على شعبان والأيام بتجري، يبقى استعد بتلاوة القرآن استعدادا إن شاء رمضان إن شاء الله جل وعلا. وتنبيه شديد لأهل العلم الحاملين لحجج الله عز وجل القائمين ببيان شرائعه أن يدعوا مداهنة المنحرفين عن الكتاب والسنة المؤثرين لمحض الهوى عليهما، المؤثرين لمحض الهوى عليهم، نعوذ بالله من اتباع الإيه؟ من اتباع الهوى. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هنا الذين آتيناهم الكتاب المقصود بمين؟ أهل الكتاب اليهود والنصارى. آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. إيه حق التلاوة؟ إنهم بيفهموا معانيه، مش مجرد تلاوة كده عابرة وكده وخلاص الأمر انتهى على كده، أو مجرد اهتمام بمباني الكلام أو مباني الألفاظ والإدغام والإدغام والإظهار ومش عارف إيه والحروف من فخامة والمرققة والأمر انتهى على كده. لا، حق تلاوته اللي هو جمع ما بين حقوق المباني وحقوق المعاني. أولئك يؤمنون به، يؤمنوا بمين؟ الضمير عائد على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي مذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يبقى قيس إيمانك بارتباطك بكتاب الله تعالى وأداء حقك قراءة وتدبرا وعملا. شوف أنت حالك إيه مع الآية دي، مع حق تلاوتي. أنت شكل اليهود والنصارى اللي هم حرفوا وبدلوا، أو اللي هم يعني كمثل إيه، يعني إيه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا، كمثل إيه الحمار أعزكم الله يحملوا أصفار. الأصفار جمع سفر الكتب الكثير.
فممكن من المسلمين حافظ للقرآن وما ذلك ما هوش فاهم معني، بيردد في كلمة القرآن ما هوش فاهم معني، حافظ سورة ياسين ورايح يقراها على القبر على الأموات ويقول إيه لينذر من كان حيا، وهي الآية أصلا في سورة ياسين، ده أنت قاعد تقرأ على الميتة، ما الآية دي ما أثرتش فيك لينذر من كان حيا وأنت جاي تقرأ هنا ياسين على الأموات، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى منة الله عز وجل عليك ليست في حفظ كتابي فحسب. فكرش ان انت عشان حفظت القرآن ان كده الامر انتهى بالنسبة لك، خلي بالك الله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ومن تيسير ربنا القرآن حتى الببغاء حافظ القرآن، واحد كان مربي ببغاء وجابه قعد يردد القرآن حواليه والببغاء ردد حواليه القرآن وحافظ الآيات وجابوه صوروه، أكيد كلنا شفنا الكلام ده وعمل بيقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الببغاء ببغاء. فانت ما تفكرش عشان انك انت حفظت مثلا ايات من القرآن او الكلام ده انك انت عملت اللي محدش عمله، لا ده انت كده لابد وان تهتم بمعاني القرآن الكريم. يبقى يعني ايه منة الله عليك ليست في حفظ كتابي فحسب ولكن في حفظه وفقهه والقيام بحقه. ومن اعظم خسارة ممن كذب نبأ اصدق القائلين وأعرض عن الإيمان به والاهتداء بنوره. من أعظم خسارة من اللي هو بعيد عن القرآن وعن هدي القرآن. ثم يأتي هذا النداء يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أنواع النداء في القرآن الكريم 7، وأنا كنت كتبت فيها 2 شعر أنقولهم مرة ثانية بس عشان إيه ما نطولش، لكن هذا نوع من أنواع النداء. يا بني إسرائيل، إسرائيل من أسماء سيدنا يعقوب عليه السلام، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. النداء فيه تلطف وفي تودد من رب العزة سبحانه وتعالى، يعني يا أبناء الرجل الصالح، يا أبناء النبي الصالح، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. طبعا العالمين هنا مش مقصود كل العالمين، لا المفروض يعني عالمي أهل زمانهم، أهل زمانهم، أما أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهي المفضلة على سائر الخلق. فكل فضيلة تزيد بها على غيرك فهي نعمة تستحق منك ذكرا وشكرا لمن أنعم بها عليك وخصك بها دون سواك. ونعمة التفضيل الشرعي من أجل النعم، وهي النعم كالنعم الدنيوية تزكو وتربو بشكر الله عز وجل عليها وتحول وتزول بالكفران بها. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. التذكير بالآخرة والتعريف بما ينفع المرأة فيها وما لا ينفع من أعظم مواعظ التقوى، أعظم مواعظ التقوى التذكير بالآخرة على اي حد كده وكلمه عن الاخر، ده اعظم تذكير انك انت تعرف انك انت هتموت وبعد الموت في حساب الملكين منكر ونكير، وبعد الحساب اما ان يكون القبر يعني روضة من رياض الجنة واما ان يكون حفرة من حفر النار، وترى منزلتك من الجنة وامور تانية خالص، وفي بعث وفي حشر وفي ارض الايه فاذا هم بالساهرة وفي جنة وفي نار. هذا من اعظم أنواع التذكير. وأكثر معاصي الخلق سببها الطمع في نصرة الآخرين أو رضاهم أو البحث عن نفع عندهم، فتذكر ذلك اليوم الذي لا يمكن لأحد أن يجدي عنك فيه شيئا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. إنما يبتلي الرب عز وجل عباده بالتكاليف حتى يرتقي بهم في سلم العبودية إن قاموا بها حق القيام. ومن هنا نال إبراهيم عليه السلام الإمامة في الدين. وثناء الله عز وجل على الخليل إبراهيم عليه السلام بالوفاء والإتمام ينبئك عن مقامه عنده جل وعلا ويضع أمامك أسوة مرضية لتقتديه. يبقى الأنبياء لابد
لابد من الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم. ولذلك بعد أن ذكر الله عز وجل كوكبة من الأنبياء في سورة الأنعام قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. ولما اغتبط إبراهيم بهذا المقام طلبه لذريته لتعلو درجاتهم، وهذا من إمامته ونصحه لعباد الله جل وعلا. والظلم ماحق للخيرات مستأصل للبركات. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. مثابة يعني مرجعا يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم. إذا لم تجد في قلبك الشوق إلى رحاب بيت الله ومحبة العبادة فيه، فاعلم أن هذا القلب إيه؟ مدخول. لو أنت من جواك كده ما عندكش شوق للذهاب إلى كعبة الله عز وجل وإلى بيت الله الحرام، يبقى أعلم أن في قلبك كده في إيه؟ في حاجة مش صحيحة. إنما المؤمن اللي هو على فترات السليمة عنده محبة وعنده شوق إلى الذهاب إلى بيت الله العتيق سبحانه جل وعلا، عنده حب كده من جواه، كل ما يروح ويرجع عايز يرجع تاني، حاسس إن ده المكان هو الملجأ بتاعه، ولأنه أفضل بقعة على ظهر الأرض كما هو إيه؟ كما هو معلوم. تذكر إن وفقت للقيام هناك مقاما قامه قبلك إبراهيم عليه السلام ونبيك صلى الله عليه وسلم وصالح هذه الأمة، واستحضر منة الله عليك بتيسيره لك هذا المقام. تخيل كده لما بتروح المكان ده يا عم الحاج وتشوف كده إن الأنبياء وضعوا أقدامهم في هذا المكان، وأنت تضع قدمك فيما وضع الأنبياء على البقعة اللي هم، تخيل إن سيدنا النبي عليه السلام مشي في هذا المكان ووضع قدمه في هذا المكان، شوف الشعور ده بس كده لوحده شكله إيه. ومن حق مواضع العبادة التكريم والصيان، فإن لم تنل شرف تطهيرها فاحرص ألا تسيء فيها، واعلم أن تطهيرها وفاء بعهد الله وأداء لحق عباده جل وعلا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أضطره يعني ألجئه أو ألجئه، والمصير اللي هو المرجع والمقام. سأل إبراهيم عليه السلام ربه ما يستعين به الناس على العبادة من أمن ورغد وعيش، فليكن للدعاء به قدوة. إن المؤمن يسأل ربه عز وجل الأمن ويسأل الله تبارك وتعالى الرغد العيش للبلاد. يعني لما ندعي مثلا في الخطب أو في الدروس اللهم اجعل مصر بلدنا آمنا مطمئنا سخاء وسائر بلاد المسلمين، دي دعوة إبراهيم سبقنا بها إبراهيم عليه السلام. لأن لما يتوفر الأمن ويتوفر رغد العيش ولما يرفع الله تبارك وتعالى البلاء والغلاء عن الأمة، هتقدر أنك أنت تحقق العبادة لله تبارك وتعالى. وقدم الأمن هنا على الرزق، لأنه لولا الأمن لم يقبل الناس على البيت العتيق، ولا جلبت إلى أراضيه الثمرات، ولا وصلت إلى مجاوريه الأرزاق. عشان كده قدم الأمن على الإيه؟ على طلب الرزق. سيدنا إبراهيم دعا قال إيه؟ وارزق ربنا إيه؟ رب اجعل هذا بلدا آمنا، الأمن الأول، وبعد كده بقى الأرزاق التالي، وارزق أهله من الثمر. الأمن، أهمية الأمن. شوف دلوقتي شركة مصر للطيران وبعض أو جاء القرار كلنا سمعنا إن منع إيه؟ اتمنعت تأشيرات العمر بسبب إيه؟ الخوف من جند من جنود الله تبارك وتعالى، وفيروس لا يرى إلا بالعين الإيه؟ المجرد الكورونا. البلد كلها دلوقتي في رعب، والدنيا كلها والعالم كله، وبيقولوا ده اللي بتاع بينتشر انتشار خطير جدا جدا، وخرج من الصين راح فين ومش عارف من الصين فين، وبعدين وجدوا باين حالات في مصر اهو كمان. كان نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن العلاج كورونا ده هو موجود في سنة النبي،
انك انت تدعي بدعاء: اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسائل الاسقام. عليك بالدعوه دي ونحقق التوكل على الله عز وجل. خافش بقى من كورونا ولا خاف من اي حاجه، لان الكون اصلا باكمله هو في قبضه الملك سبحانه جل وعلا. الله تبارك وتعالى فوق الجميع، هو الشافي هو المعافي هو الطبيب هو السلام سبحانه جل وعلا، يهب الناس الامن والامان سبحانه جل وعلا. ونعم نعم المؤمن في الدنيا، نعم المؤمن في الدنيا موصولة بالنعم في الآخرة، بخلاف الكافر فإن نعمته في الدنيا تنقطع عند الموت ثم مآله إلى النار، فما أحقر الدنيا ومتعتها. نعمة المؤمن بيشعر بنعم الله عز وجل في الدنيا وكذلك يحظى بها في الآخرة. إنما الكافر، شوف واحد دلوقتي أمتع أهل الدنيا مثلا، عنده من الكسور وعنده من كذا وكذا، خلاص متعته هتنتهي بإيه؟ بمجرد خروج الروح، الامر انتهى بالنسبه له، ما بقاش في المتعه خلاص، وفي الاخره ايه؟ عذاب عظيم والعياذ بالله. انما المؤمن يتنعم في الدنيا بطاعه الله عز وجل، وطاعه الله هي جنه الدنيا، ويتنعم في الاخره بجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين واعدت للذين امنوا بالله ورسله. اللهم اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. جزاكم الله خيرا، واسف على الاطاله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.